السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ملعب المظالم. ملعب المظالم النهاردة معنا قضايا شائكة على الساحة الرياضية مؤخرا، معنا أخبار نادي المنصورة ونادي الشرقية ونادي دمياط ومداخلات من داخل الجمعية العمومية لنادي المنصورة ونادي الشرقية ونادي دمياط. قبل ما ابدا حلقه النهارده طبعا متعودين حضراتكم مع اخبار ملعب المظالم. اول خبر معانا النهارده اعزائي المشاهدين عن رحيل الكابتن احمد قناوي عن تدريب بيلا. بيلا اللي وصلت الدوري الممتاز به على يد المدير الفني الكوف الكابتن عبد اللطيف الدوماني، النهارده رحيل احمد قناوي عن تدريب بيلا. رحيل احمد قناوي المدير الفني لنادي بيلا عن تدريب الفريق بعدما قاد الفريق في لقاء وحيد امام الاولمبي التي أقيمت في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة الأسبوع الماضي والتي انتهت لصالح أبناء الإسكندرية بهدفين مقابل لا شيء. الكابتن أحمد الكاس عمل طفرة كبيرة جدا مع نادي الأولمبي، فاز على بيلا في الأسبوع الماضي وبالأمس فاز على المنصورة 1-0. معنا الخبر الثاني، دوري القسم الثالث بورتو يهزم دمياط بثلاثية ويؤكد جدارته بصدارة المجموعة السابعة. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو بقيادة الكابتن أشرف توفيق جدارته بصدارة المجموعة السابعة لدور القسم الثالث بعد فوزه على دمياط بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ثلاث أهداف مقابل هدفين على نادي دمياط، وكل يعرف من هو نادي دمياط في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب بورتو بالسويس في ختام الجولة التاسعة، ليرفع بورتو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول بفرق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بور فؤاد البورسعيدي. فاز على سماد السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، كما فاز الشهداء على أبو صوير بهدف مقابل لا شيء ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما يتجمد أبو صوير عند نقطتين فقط. ثالث خبر معنا أعزائي المشاهدين من أخبار ملعب المظالم، المنصورة يواصل الترنح في القسم الثاني وفوز فاركو. فاركو يتربع على قمة المجموعة الثالثة والمنصورة يخسر 1-0 على أرضه من الأولمبي. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأولمبي بقيادة الكابتن المخضرم نجم التسعين كأس العالم 90 الكابتن أحمد الكاس فوزا ثمينا على نظيره المنصورة على أرضه 1-0 في المباراة التي جمعتهم بالأمس على استاد المنصورة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بحري بدور القسم الثاني، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد المنصورة عند 7 نقاط في المركز التاسع. ومعنا آخر خبر معنا النهاردة من أخبار ملعب المظالم أعزائي المشاهدين، ديكيرنس في مهمة صعبة أمام الرجاء اليوم، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف للرجاء. استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء نظيره فريق ديكيرنس في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في مهمة صعبة على أبناء ديكيرنس بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة من دوري الممتاز به، وفاز فريق الرجاء منذ قليل 3-0 على ديكيرنس. ديكيرنس بدأ القسم الثاني الممتاز به يعني تربع على قمة المجموعة الثالثة، فاز في أول 3 مباريات، ولكن خسارة اليوم بثلاثية خارج الديار وخسارة بالأمس القريب، وبدأ يترنح فريق ديكيرنس ليرجع إلى المركز الثالث أو المركز الرابع. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وتقرير ونرجع لكم تاني. 4 نقاط وبصوير 4 نقاط وغزل السويس، أوه الله الله الله، فالقاو فالقاو فالقاو، الله على المتابعة، الله على الفلو، سجل الهدف الحلو على طريقة كوف الشرقية، يقف هنا فالقاو، رائع رائع رائع، هنا فالقاو يسجل، الله على اللقطة، الله على الهدف، الله على اللمسة، هنا هزت الشباك وهنا حضرت شمس الأهداف، الله على الكورة، الله على المتعة، الله على الحديث، الله على الإثارة، أصحاب القمصان الزرقاء يا سادة. كنت النهارده
يعني اولا بيقول مبروك للعيبه ومبروك لمجلس الاداره ومبروك لجماهير دمياط الحبيبه والمحترمه، وبقول طبعا وضع الفرقه بيخلي اللعيبه غصب عنها، حتى احنا كجهاز يعني في نوع من الشده لوضع الفرقه، مش ممكن دمياط تبقى في الترتيب ده وفي المركز ده. فالحمد لله كانت المهم النهارده ناخد ثلاث نقط، بالرغم ان الاداء الى حد ما يعني مرضي، بس مش مرضي بشكل عالي، لكن بقول نعمل الحمد لله ربنا احنا كسبنا. وعلى الاقل المباراه النهارده كانت مؤجله، فاحنا يعتبر كل الفرق ما بتلعبش الا احنا النهارده وبكره بور فؤاد وبورتو سويه، فده ضمن يعني عدوا الوضع الفرقه في الترتيب الى حد ما، اعتقد طلعنا ترتيب فرقتين او ثلاثه، وده اعتقد هتبقى اضافه وتدي ثقه بقى للعيبه ان احنا في مركز امن، ان الماتشات اللي جايه ما فيش تفريط عن الثلاثه بونت باي شكل من الاشكال. يعني اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا، بنلعب برده فرقه فيها لعيبه كويسه، فرقه طبعا عايزه تعوض الهزائم اللي فاتت، احنا كان لعيبتنا قد المسؤوليه النهارده، بذلوا اقصى جهد رغم اللي في عندنا غيابات وعندنا اصابات في الفرقه، لكن الحمد لله بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه كلها على الاداء الممتع، وبهدي مجلس الاداره بهدي لجماهير دمياط الوفيه اللي جت النهارده وقفت حوالين مع الفريق. For me I want to say because actually we are all because you have some little pressure in the team, but I hope because actually all of us get our confidence back and we are sure that for next match we are going to win more than that. بيقول ان احنا كان عندنا مشاكل قبل الماتش وكان كنا مضغوطين شويه قبل الماتش، بس انا هو اتكلم مع اللعيبه وقال لهم لازم ثقتنا ترجع في نفسنا تاني عشان نقدر نكسب الماتش الجاي. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد تقرير مباراه دمياط وبصوير، وبنشكر المعلق الرياضي المتميز دائما احمد مجاهد. اعزائي المشاهدين ناخد معانا بقى اول فقره معانا بعد اخبار ملعب المظاليم المجموعه الاولى من الممتاز ب. النتائج الالومنيوم والاعلاميين وبترول اسيوط وديروت وبني سويف والفيوم لسه ما تلعبوش. المنيا 0-0 مع تليفونات بني سويف. سوهاج 0-1 البنك الاهلي، البنك الاهلي فاز على سوهاج 1-0. شبان انا 1-0 على طهطا. الترتيب ترتيب المجموعه الاولى الصعيد معايا بني سويف في المركز الاول برصيد 19 نقطه، البنك الاهلي في المركز الثاني برصيد 18 نقطه. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم من جديد ونكمل المجموعة الأولى وترتيبها القسم الثاني. شبان إنا في المركز الثالث 16 نقطة، الألمونيوم 15 نقطة، تليفونات بني سويف 14 نقطة، بترول أسيوط 11 نقطة، سوهاج 8 نقاط، المنيا 8 نقاط، الإعلاميين 7 نقاط، الفيوم 7 نقاط، ديروت 5 نقاط، واخيرا طهطا 4 نقاط. اعزائي المشاهدين معانا الزميل ياسر عبد الرازق من المنصوره، اهلا بك يا ياسر. اهلا بك يا كابتن طارق، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج وجميع مشاهدينا الكرام. اخر اخبار نادي المنصوره بعد هزيمته على ارضه بالامس من الاولمبي 1-0. استاذ طارق، لقد انفجر بركان الغضب بنادي المنصوره الرياضي عقب الهزيمه من الاولمبي بهدف علاء عبد العظيم من ضربة جزاء على استاد المنصورة في إطار الأسبوع الثامن من مجموعة بحري بالممتاز به لكرة القدم. تمام. حيث تجمد رصيد المنصورة عند 7 نقاط من 8 مباريات، احتل بهم المركز التاسع، فقد تعادل الفريق في 4 مباريات وهزم في 3 وفاز على بيلا فقط. وعقب انتهاء اللقاء صبت جماهير المنصورة غضبها على مجلس الإدارة واتهمته بالفشل الذريع، حيث لم يوفر فترة أداء قوية للفريق ولم ينظم معسكر خارجي لأول مرة في تاريخ النادي، ولم يتعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم الفريق، وبعد سوء النتائج تعاقد مع مصطفى عبده من خارج النادي وهو لا يمتلك سجلا تدريبيا قويا ولم يحقق انجازا يذكر مع اي فريق، وطالبت المجلس بتقديم الاستقاله فورا. وقد تقدم كل من اسامه سلامه، محمد رزق، اسلام مسعد، عماد الجندي، اسلام محمد ابراهيم وقبلهم محمود الشال بالاستقاله، ولم يتبقى سوى حاتم المير رئيسا وفوزي فتى عضوا ومحمد صلاح عضوا ومجدي الشافعي امينا للصندوق. تمام. وطبقا لقانون الرياضه الجديد الماده 31 يتولى العدد الباقي من مجلس الاداره تيسير العاجل والمتبقي من امور النادي، ويتم دعوه الجمعيه العموميه خلال شهر من تقديم الاستقاله لشغل الاماكن الشاغره بالمجلس خلال 60 يوم على الاقصر من تاريخ
بالدعوة. تمام. أما بالنسبة لترتيب المجموعة الثالثة بحري بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثامن فجاء على النحو التالي. تمام. بقوا في المركز الأول 18 نقطة، الرجاء 15 نقطة، المحلة 14، دمنهور 14، نكرنس 11، بلدية المحلة 11، الأولمبي 10، أبي قير 9، المنصورة 7، الحمام 7، بيض 4، وأخيرا مالية قفي الزيات. من المنصورة تقبل تحياتي. شكرا للزميل المتميز دائما ياسر عبد الرازق. معنا المجموعة الثانية الجولة السابعة 17، منتخب السويس 0-0 مع الداخلية، القناة 3-0 مع الزرقاء، سيراميكا كليوباترا 1-1 مع كوكاكولا، النجوم 1-1 مع جمهورية شبين، المريخ لسه ما تلعبش مع النصر مؤجل، بتروجيت 0-0 مع الترسانة. الترتيب المجموعة الثانية القاهرة سيراميكا كليوباترا في المربع الأول 17 نقطة، القناة 12 نقطة، جمهورية شبين 12 نقطة، منتخب السويس 11 نقطة، النجوم 10 نقاط، الداخلية 9 نقاط، النصر 9 نقاط، بتروجيت 9 نقاط، كوكاكولا 9 نقاط، المريخ 4 نقاط، الترسانة 3 نقاط، وأخيرا الزرقاء 3 نقطتين. اللي يعني في جدول المجموعة الثانية القاهرة عند النجوم والداخلية وبتروجيت دولت لعبوا دور ممتاز ومنازلين من الدور الممتاز في العام الماضي، ولكن في منتصف الجدول. وناخد المجموعة الثالثة، معانا الدكتور محمد عباس، نكمل اعزائي المشاهدين الجوله المجموعه الثالثه، ولكن ناخد مداخله الدكتور محمد عباس نائب رئيس مجلس اداره نادي المنصوره سابقا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور استاذ طارق، واهلا بالاستاذ محمد عبد النبي وببرنامجكم المحترم. انا بالامس القريب مباراه المنصوره مع الاولمبي، فوز الاولمبي على ارض المنصوره 1-0، في غليان من جمهور المنصوره، في غليان في مجلس الاداره، الدنيا كلها مش مظبوطه في محافظه الدقهليه بنادي المنصوره بشعبيته الجارفه وسمعته القروية في الأعوام السابقة. إن بقول لحضرتك إن كان في 7 أو 8 لعيبة بيلعبوا في منتخب مصر، إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله يا أستاذ طارق، طبعا كلنا في المحافظة أو كلنا من عشاق نادي المنصورة في حالة حزن على الوضع اللي إحنا فيه. تمام. لو جينا نتكلم على ماتش إمبارح، أنا مش شايف أكتر من فريق يعني مش عارف لا يليق باسم نادي المنصوره الوضع اللي ظهر بيه امبارح، مش عارف ليه، مش قادر اقول ان ده ماتش ظروفه كانت كده، لا اللعيبه مش قادره تقف على رجليها، اللعيبه مش قادره تعمل سبرنت، اللعيبه ما فيش جمل، اللعيبه مش مترابطين، ما فيش ترابط بين الخطوط بتاعه الفريق. نادي الاولمبي مع احترامنا تاريخه الكبير يعني مش بالقوة الكافية اللي كان يظهر بها بالشكل اللي كان بيتلعب بينا امبارح. تمام. ده بالنسبة للجزء اللي أنا شفته في مباراة امبارح. نفس الوضع بالضبط كان حاصل في مباراة المحلة، مع اختلاف إن كان في فكر في مباراة المحلة، لأن طبعا يعني الكابتن مصطفى عبده لسه ماسك فما لحقش يحط جمله، ده خلال 48 ساعة اشتغل الراجل. انما انا بتكلم على الشكل العام بتاع الفرقه، مفيش ترابط، وده واضح ان التجهيز او الاعداد كان فيه شيء خاطئ. هو المراسل بتاعنا في المنصوره ياسر عبد الرازق لسه مبلغنا دلوقتي ان جميع مجلس اداره نادي المنصوره قدم استقالته ما عدا رئيس مجلس الاداره حاتم المين. ما عنديش فكره حقيقه، انا لسه جاي من سفر حالا على الواصل، انما ما اقدرش اقول لك الدنيا فيها ايه، ما عنديش فكره. سواء الاستقالات او غيره، انما هو انا بتكلم في الحاله الحاليه اللي احنا فيها، انا شايف ان الفريق اتجهز غلط او تم الاختيار بشكل خاطئ. ما اعرفش مسؤوليه مين بالظبط، هل مسؤوليه مجلس الاداره، مسؤوليه الجهاز الفني، مسؤوليه لجنه كوره، وان كان في بيان صدر امبارح من 4 أعضاء مجلس اداره انا قريته على الفيسبوك بيتكلم عن اخلاء مسؤوليتهم للاسباب اللي عرضوها، اللي منها ان هم عرضوا افكار خاصه بالفريق او بفرق كره القدم والفرق الاخرى بالاضافه لتطوير النادي ولم تقبل. ده الكلام اللي قالوه. الكلام ده محتاج تفسير، ويعني ايه مش لم يقبل؟ انتم مش عدد يعني ده تقريبا 50% من اعضاء مجلس الاداره، ازاي لم يقبل وازاي لما يثبت في محضر اداره لم يؤخذ فيه؟ لازم تفسير للكلام ده.
يطلع لنا المفروض الاستاذ محمد يقول لنا احنا جهزنا الفريق ازاي بصفته المشرف. المفروض ان يكون في تبيان. وفي نقطه اخيره انا شايفها مستغربه شويه، كل الناس بتتكلم في قرارات مجلس الاداره. يعني كل الناس، انا مع احترامي للجميع، ما ينفعش ان الجميع يتكلم في قرارات مجلس الاداره. مجلس الاداره يحاسب، انما الجميع بان يعني لازم المدرب الفلاني، لازم اللعيب الفلاني. اللي انا حاسه يا دكتور ان الجمعيه العموميه هي اللي بتدير نادي المنصوره، وهي اللي بتجيب المدرب، وهي اللي بتنزل اللعيبه، وهي اللي بتختار اللعيبه. ظاهريا اذا ما فيش لجنه يعني كوره، ما فيش لجنه تسويق، ما فيش لجنه كوره. وهم امبارح البيان بتاع اعضاء مجلس الاداره الصادر بيقول ان احنا اجبرنا على الكلام ده، يعني على كلامهم بيقولوا ان احنا عرضنا وطلبنا واترفض. يعني تمام. فانا مش فاهم من تحت اي بند يترفض الكلام ده، ما ينفعش. انما مجلس الاداره المفروض هو اللي بيدير، هو اللي بيتحمل المسؤوليه، هو اللي. انما بالطريقه اللي انا شايفها دي يعني حرام، حرام اللي اتعمل في نادي المنصوره. احنا عاوزين كل جماهير نادي المنصوره تقف خلف نادي المنصوره بقيادتها، برجال اعمالها، بالمحافظ الدكتور ايمن مختار. تعقيبا بالمناسبه على حته، ما فيش حاجه اسمها تعيين مجلس اداره، ما يعني المجالس الاداره حاليا يا اما مجلس الاداره اللي بيدير. لا انا ما بقولش نعين مجلس اداره، انا بقول كل الناس تقف. لا حاصل الكلام ده على الميديا ان الناس بتطالب بتعيين مجلس اداره. لا 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 لا, لا 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 ما انا بقول لحضرتك الميديا اللي شغاله حاليا هي الجماهير نادي المنصوره، وكل بيسعى وراء الجماهير. فما ينفعش مجلس اداره لازم يتخذ قراره، ولازم مجلس اداره هو اللي يمشي النادي، ما ينفعش الجماهير تمشي النادي. لا هو هم من حبهم في النادي، بس من الحب ما قتل. تمام. مش هينفع. تمام. مش هينفع يعني تمام. الكلام كده والا ما كانوش عملوا مجلس اداره، وكانوا سابوا الجمعيه العموميه دي لوحدها. تمام تمام. فده وجهه النظر البسيطه، ونتمنى طبعا خروج نادي المنصوره من الكابوه، وان شاء الله يخرج منها وتستقر الامور ان شاء الله. شكرا 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 للدكتور محمد عباس، نائب رئيس مجلس اداره نادي المنصوره السابق. اعزائي المشاهدين، معنا المجموعه الثالثه القسم الثاني. الاولمبي 1-0 على المنصوره، بيلا 2-2 مع عمليه كفر الزيات، دمنهور 0-1 فاركو، الرجاء المطروحي 3-0 النهارده على نادي ديكرنس، ابو قير الاسمده وغزل المحله، بلديه المحله مع الحمام مؤجلين لسه ما تلعبوش. الترتيب بالمجموعه الثالثه، بحري فاركو على قمه المجموعه 18 نقطه، الرجاء المطروحي 15 نقطه، غزل المحله 14 نقطه، دمنهور 14 نقطه، بلديه المحله 11 نقطه، ديكرنس 11 نقطه. اللي كنت بكلم حضراتكم على الموضوع، ديكرنس دوت كانت حاله في بدايه الموسم متربعه على قمه المجموعه الثالثه، ولكن بدات العد التنازلي بتاعها ينزل، وصلت للمركز السادس، يعني من الاول للسادس في خلال 3 4 اسابيع. ده يبقى فيه حاجه غلط، لازم المهندس الخضر ابراهيم يشوف الموضوع دوت، مجلس الاداره يشوف الموضوع دوت، المدير الفني يشوف الموضوع دوت. ليه اللعيبه الضرب بتاعها نزل واول لياقه بتاعتها نزلت؟ ده اللي هنعرفه في الاسابيع القادمه ان شاء الله مع نادي الكرنس. الاولمبي 10 نقاط، ابو قير للاسمده 9 نقاط، المنصوره 7 نقاط، الحمام 7 نقاط، بيلا 4 نقاط، واخيرا ماليه كفر الزيات في مزياله الجدول 3 نقاط. نطلع فاصل ومعانا التقرير ونرجع لكم تاني. على كرة ماهر هيعملها في منطقة الجزاء، تبقى هناك الرأسية، إما أن تمر إلى الشباك وإما أن تخرج دفاعيا، وكرة الرأسية الله 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 على الكرة، الله على المتابعة، الله على الهدف الأول، جول 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 جول، حماد تياترو يسجل هنا بفولو، الله على الفولو، سجل الهدف الحلو عن طريق راس البر في هذه اللقطة، محمد عبد الفتاح، وكما توقعت هناك من كرة اللاعب ماهر غنيم، لعب الكرة ومرت عدل ولكن عرضية في منطقة الجزاء، والخطورة هنا، وحكم اللقاء، حكم اللقاء وركلة جزاء، ركلة جزاء، كرة سمير 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 نادر سمير، الله 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 الله، جول 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 جول، سمير نادر يحرز هنا التعادل. بيلعب كرة في الوسط وهو بالأصية، ولكن هناك أيمن المغربة، الكوره هي الافضل، وحنا نحارس المرمى، الله على الكوره، الله على المتعه،
ربنا يبارك فيك يا حماده. رمضان بتحط لنا هدف المباراه؟ لا، ماتش جميل جدا من الفرقتين، هارد لك لفريق غزل دمياط. فرقتنا لعبت بروح جامده جدا والحمد لله على الفوز. الحمد لله 3 بونط على 3 اللي فاتوا يخلونا في مركز كويس ونستعد للماتشات الجايه ان شاء الله. اشكر الجهاز الفني واشكر اللعيبه ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. كان قابلنا سوء توفيق في اول السنه بس الحمد لله بدات تمشي معانا ان شاء الله واللي جاي احسن ان شاء الله. هم معانا في ظهرنا مش سايبيننا على طول معانا يعني دعمونا بكل حاجه. الحمد لله رب العالمين. مجهود سنه وجهاز فني سابق وتعبنا يعني الفتره دي كلها الحمد لله، وتعب لعيبه واداء رجولي من اللعيبه الحمد لله رب العالمين. احنا بنشكر مجلس الاداره طبعا عشان تدوا لنا باشمهندس عصام والدكاتره اللي معانا ومحدش سايبنا بصراحه. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد تقرير غزل دمياط وراس البر، وبنشكر الزميل أحمد مجاهد على التعليق المتميز. وأنا بقول من هنا من ملعب المظاليم يا كابتن أحمد، أنت مكانك دوري ممتاز ألف، تعليقك بصراحة بسم الله ما شاء الله وربنا يوفقك في القادم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، معنا منتخب الأسبوع، التشكيل الأفضل للجولة 11 من دوري القسم الثالث المجموعة الدأهلية. حارس المرمى محمد السقعان من فريق المنزلة، خط الدفاع محمد البساطي، شبان بدواي، محمد يوسف، كهرباء طلخة، محمد درويش المنزلة، خط الوسط أحمد عصام ميسي شربين، علي ضاحي كهرباء طلخة، بهجات ثروت مياه الدقهلية، أحمد السيد شربين، عبدو سمانة مياه الدقهلية، محمد أبو الشيخ بني عبيد. خط الهجوم عدو عاكف بني عبيد، عدو عاكف كلنا عارفين أنه كان لاعب نادي المنصورة السابق. افضل بديل ماهر جد الله من السمنود، دعبسه مياه الدقهليه، المدير الفني احسن مدير فني هذا الاسبوع الكابتن عادل صديق المدير الفني لنادي بني عبيد. رسميا كابتن المحترم الخلوق حماده صدقي يعين مدير فني للفريق الهلال السوداني بعد فشل مفاوضاتهم مع الكابتن خالد جلال، ده خبر جانا دلوقتي على الفيس. نقول نتائج مباريات مجموعة، طب نكمل مجموعة القاهرة بعد مداخلة الكابتن المدير الفني الكف لنادي عمال المنصورة الكابتن أحمد توفيق. ده يا كابتن. أهلا ده كابتن طارق. ده كابتن أحمد، مشرفنا أول مرة في برنامج ملعب المظاليم، وكل دعواتنا لنادي عمال المنصورة بعد الطفرة اللي حصلت على ايدك كمدرب كفء في المباريات الاخيره. وبسم الله ما شاء الله نادي عمال المنصوره يعتبر من الانديه الكبيره داخل محافظه الدقهليه بعد نادي المنصوره. ربنا يخليك كابتن طارق، ربنا يكرمك، وسلامي للكابتن محمد. حضرتك الحمد لله رب العالمين، احنا بنسير بخطه كويسه جدا في الفتره الاخرانيه. تمام. بمسانده مجلس الاداره المحترم. تمام. طبعا حضرتك موجود داخل محافظة الدقهلية وبالقرب من نادي المنصورة، وانت لعبت لنادي المنصورة ومنتخب مصر يا كابتن احمد، انت شايف ايه بعد اللي حصل مباراة امس، هزيمة المنصورة من الاولمبي 1-0 على ارضه وغليان داخل محافظة الدقهلية بسبب سقوط نادي المنصورة للمركز التاسع في جدول المسابقة لاول مرة؟ شوف حضرتك يا كابتن طارق، ما يدور داخل نادي المنصورة لا يمت بصلة باسم نادي المنصورة وبعيد جدا عن اسم نادي المنصورة. تمام. المنصورة تيم كبير جدا، اسم كبير جدا من بداية الإعداد واستقدام لاعبين لا يتناسبوا من رأيي مع تاريخ واسم المنصورة المحترم، بغض النظر عن مين موجود أجهزة فنية، لكن ما يدور داخل النادي لا يناسب ابدا ابدا اسم نادي المنصوره. تمام. حضرتك يعني في الفتره الاخرانيه مع احترامي الكبير جدا للمدير الفني الجديد واستخدامه، مدرسه المحله تختلف اختلاف كل وجزئي عن مدرسه المنصوره. المنصوره طول عمرها لها اسلوبها اللي هو لها ادائها في الكوره. تمام. لها متعتها في الكوره. تمام. مدرسه المحله تختلف اختلاف كل وجزئي. تمام. ازاي انا استخدم مدرب من مدرسة مختلفة عن المدرسة الموجودة؟ تمام. فنيا حتى بعيد قوي الفكر، بعيد
مع احترامي للكابتن الموجود انا لا اقلل منه، تمام. كل المدربين على دماغي وناس محترم، تمام. ولكن المدارس مختلفة، تمام. وده شيء مهم، تمام. وفي وقت مهم جدا وصعب جدا، تمام. اتمنى الفترة القادمة مجلس الإدارة يبقى على قدر المسؤولية وعلى قدر الاهتمام باسم النادي وبما يليق باسم النادي. طبعا انت خدتني حتة بعيدة خالص كده، ان المدير يعني المدير الفني حاليا دلوقتي في الأندية عموما بيجي بالتزكية ولا بيجي بالمجاملات ولا بيجي ازاي يا كابتن احمد؟ لا بص يا كابتن طارق، حضرتك اولا المدير الفني لازم يكون يناسب التيم اللي بيشتغل معاه، بيناسب الدرجه اللي بيشتغل فيها، تمام. يعني انا مش هجيب تيم اقل من الدرجه او جهاز فني اقل من الدرجه ويشتغل في الدرجه دي، تمام. مش هيناسب، تمام. بالعكس لابد ان يكون مدير فني على قدر المسؤوليه له تجارب، تمام. له تجارب سابقه، تمام. لمثل هذه المواقف، تمام. النادي يا جماعه، وبعدين نادي المنصوره مش قليله كابتن احمد، طبعا عشان طبعاً عشان إحنا عشان إحنا الناس تتلاعب بنادي المنصوره كده، ما هوش قليل يا كابتن طارق. احنا ثالث محافظه على مستوى الجمهوريه، تمام. احنا في فتره من الفترات كانت من اول رئاسه الجمهوريه لاصغر حد في الشعب كان بيتكلم على كوره المنصوره يا جماعه، كانت مفرخه الانديه، كانت مفرخه الانديه كلها، الزمالك الاهلي الاسماعيلي كان كله بيجي المنصوره عشان ياخد اللعيبه. شوف حضرتك كابتن طارق، اتفضل. جميع الدرجات اللي موجودة على مستوى الدوريات في مصر، أتحداك لو لقيت تيم مفيش فيه واحد أو اتنين من الأهلية يا كابتن أحمد طارق حامد، ما هو من المنصورة كبير. بقول لحضرتك أنا راجل ليا باع كبير في الدرجة الأولى والممتاز به وفي الدرجة الثالثة، جميع الأندية في القاهرة في اسكندرية في القناة كلهم فيهم اتنين تلاتة لاعيبة على الأقل، على الأقل، على الأقل، على الأقل. فأرجو الفترة القادمة يعني الناس رأفة بينا وبجماهير النادي المنصورة وباللعيبة القدامى النادي المنصورة، يا جماعة اسم النادي المنصورة اسم كبير جدا، تمام. اسم كبير جدا، تمام. ما يدور داخل نادي المنصورة حرام حرام حرام. أتمنى الخروج من المأزق ده بإذن الله. شكرا للكابتن الخلوق دائما كابتن أحمد توفيق، وكل التوفيق. ومن هنا من ملعب المظاليم بنساند الكابتن أحمد توفيق ابن نادي المنصورة بالتوفيق مع ناديه عمال المنصورة. أعزائي المشاهدين، ناخد بقى نطلع من الدقهلية نروح على مشكلة الشرقية، ومعانا الزميل المحترم الإعلامي وجدي عليوة. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا كابتن طارق، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام، وحييك على هذه الحلقة الرائعة اللي بتفتح ملف خطير وهو الأندية الجماهيرية اللي في طريقها هنقول للانهيار للانحدار. يعني أندية جماهيرية عريقة مثل المنصورة وضعه في دور القسم الثاني يعني وضع حزين لكل الناس. الشرقية طبعا اللي هي محافظات اللي بنتمي ليها، تمام. في دور القسم الثالث، أيضا دمياط العريق أيضا في دور القسم الثالث. وتفضل يا كابتن طارق أنا معاك. يا كابتن وجدي، احنا شايفين الشرقية لا تقل عن نادي المنصورة. احنا كنا بنتفرج على الأهلي والزمالك لما كانوا بيجوا الشرقية، كنت بتتفرج، تمام. يعني كان يعني اقول لي عرس كروي كبير داخل المحافظه. دلوقتي نادي الشرقيه في تدني، يعني اقول لك مش شكل الشرقيه خالص، ما هو شكلها ده دليل على ان ما فيش اختيار لعيبه ولا ما فيش اختيار مدربين ولا مجلس الاداره في مشاكل فيه. حضرتك طبعا قلت نادي الشرقيه من ثلاث مواسم كان في الدور الممتاز، محافظه كبيره من اكبر محافظات مصر، 10 مليون نسمه كلهم يعشقون ويتنفسون كره قدم. أزمات الشرقية هي أزمات في الأول والآخر يا كابتن طارق، أزمات إدارية، يعني مجلس الإدارة هو السبب الرئيسي فيما يحدث الآن. حتى لو قلنا الجهاز الفني السابق بقيادة كابتن محمد فايز اللي عمل فترة الإعداد الفريق هو متسبب في مثلا ضعف لياقة بدنية أو اختيار خاطئ لبعض اللاعبين، تمام. هو مين يا كابتن طارق اللي بيختار الأجهزة الفنية؟ أكيد مجلس الإدارات، تمام. فمجلس إدارة نادي الشرقية هو اختار جهاز فني، عمل فترة إعداد، اختار لاعبين. نادي الشرقية ما عندوش أزمات مادية، مصاريف كرة القدم تخطت 8 مليون هذا الموسم، تمام. من تعاقدات لمعسكرات لفنادق لرواتب، يعني فريق مصروف عليه كل هذا الكم ويبقى في المركز العاشر أو الحادي عشر ما ينفعش. دوري يعني معظمه فرق لم يسبق لها لاعب الممتاز به من قبل، فهذا لا يليق بمحافظة كبيرة بحجم نادي الشرقية.
الجماهير حاليا كابتن طارق في محافظة الشرقية بتطالب مجلس الإدارة بتعيين أو تشكيل لجنة كرة من قدام الرياضيين، لجنة كرة يكون فيها ناس متخصصين فاهمين لإنقاذ الموقف على الأقل حتى يبقى وضع الفريق أفضل من كده. ولكن الجماهير كلها بتقول الصعود هذا الموسم من القسم الثالث للقسم الثاني فيه صعوبة نوعا ما. ما في صعوبة، أنت حضرتك بتقول في المركز ال11 أو المركز العاشر زي المنصورة في المركز التاسع، ده المنصورة دلوقتي بتحاول إن هي تخرج من الأزمة عشان ما تنزلش قسم ثالث. المنصورة تحاول البقاء في دور الممتاز ده وده شيء يحزننا. حضرتك فاكر فريق المرحوم حسن مجاهد وصوالاته وجولاته وأيمن محب وياسر الكناني كان بعبع لكل أندية مصر وكان شارك أفريقيا. الشرقية معظم نجوم الكرة المصرية مش عاوزين نذكر أسماء من محافظة الشرقية وأيضا من محافظة الدقهلية. نتمنى بإذن الله التوفيق لكل الأندية الجماهيرية ومن خلال برنامجك والبرامج المحترمة كابتن طارق نتمنى الاهتمام في معظم الحلقات اللي جايه بالانديه الجماهيريه. عاوزين حلول يا كابتن باذن الله. يعني معظم المتصدرين في دوري القسم الثالث والممتاز به معظمهم شركات وانديه مؤسسات باذن الله. الانديه الجماهيريه تتصدر وترجع تاني للدور الممتاز عشان نحس بحلاوه الكوره وعشان الناس الغلابه الجماهير البسطه دول اللي بيتنفسوا كوره يفرحوا بانتصارات فرقهم. ملعب المظالم مع كل الانديه اللي عندها مشاكل هتقف وراهم وتساندهم بقوه للخروج من الازمه. شكرا لزميل الاعلام المتميز الاستاذ وجدي علي ومن الشرقية. معايا برضك من الدقهلية يعني المعلق الرياضي المتميز والمنسق الإعلامي لنادي شبان بدواي كابتن الخلوق خالد العقدة. اتفضل يا كابتن. ألو كابتن خالد. أيوه اتفضل يا كابتن خالد. ازاي حضرتك كابتن طارق؟ أنا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا كابتن. سريعا كده اخبار نادي شبان بدواي قبل ما ندخل على مشكله المنصوره. وطي التلفزيون شويه كابتن خالد بعد اذنك. نادي شبان بدواي ايوه كابتن اتفضل. لا وطي التلفزيون حضرتك بعد اذنك بس وطي اسمعني بس من التلفزيون. الو اتفضل. نادي شبان بدواي كابتن طارق حاليا بيمر بافضل فتره السنه دي تحت قياده الكابتن رمضان الثعلب رئيس مجلس الاداره. اتفضل. ومجلس ادارته المحترم جدا المحترمين، وعندنا فريق ما شاء الله عامل ماتشات كويسه محترم بكل خطوطه وعامل ماتشات عاليه جدا جدا. خد نقطه امبارح من نبروه في نبروه، وصعب جدا ان اي فريق ياخد نقطه من على ارض نبروه. وكان شبان بدواي الاقرب للفوز يا كابتن واضاع اربع اهداف على الاقل، والكره اللي في اخر دقيقه اللي جت في العارضه يا كابتن. تمام. نادي شبان بدواي عامل ماتشات كويسه، واخيرا ماتش نبروه عامل ماتش تقيل جدا جدا، كابتن محلي عامل شغل. ورغم ذلك يا كابتن احنا بنلعب انديه اصحاب ملايين، لعيبه بملايين. تمام. احنا باقل الامكانيات. نادي شبان بدواي ما عندوش موارد ماليه يا كابتن، ما فيش اي دخل. نادي شبان بدواي يا كابتن خالد كان عامل طفره وحاله جميله جدا جدا في العام الماضي، حاجه تفرح يا كابتن. يعني قاب قوسين او ادنى ان هو يوصل الممتاز به. والقرارات العشوائيه اللي عطلت نادي شبان بدواي ان هو يلعب في الدرجه الاولى ده كان قرار عشوائي، وطبعا مش هنتكلم في الموضوع ده. تمام تمام. وحقيقه كابتن طارق تمام. انا عاوز من انا عاوز من حضرتك بقى كلمه او حاجه بسيطه كده لجماهير نادي المنصوره والوقوف خلف نادي المنصوره في الفتره القادمه. قبل ما ادخل في المنصوره يا كابتن عايز اشكر في مجلس اداره نادي شبان بدواي الكابتن عاني كوان، كابتن رمضان السباخي، مجهودات كبيره جدا جدا ماليا، وما شاء الله بيسدوا الفرقه وعاملين شغل كويس مع الاولاد، وحقيقه بيساعدوا النادي بطريقه كبيره جدا جدا. والراعي الرسمي حبيبي الجندي الجندي المجهول اللي ورا الفرقه ده مين؟ المهندس محمد رشدي. ايضا حبيبي الكابتن محمد رشدي من الناس المحترمه. اما بيعزوه بيلاقوه في اي وقت، وتحيات لمحمد رشدي كابتن هاني كوان كابتن رمضان السباخي اللي حقيقه ما بحسوش اي كل حاجة مجلس اداره شبان بدواي بالكامل برعايه طبعا الكابتن الكبير الكابتن رمضان الثعلب ومجلس اداره بالكامل، وامتدادا الكابتن رمضان الثعلب امتدادا لمسيره العظيم المرحوم الدندراوي فاهم كابتننا كلنا نادي المنصوره رمضان. بقى كابتن خالد. نعم يا كابتن. نادي المنصوره. نادي المنصورة يا كابتن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة في عجلة سريعة بس. ماشي يا كابتن. نادي المنصورة نادي كبير جدا جدا جدا،
بيمثل اكبر محافظات مصر وهو محافظه الدقهليه، النادي الام لجميع الانديه، وما ينفعش يا كابتن النادي يكون بالشكل ده، ده حرام والله العظيم. فين رجاله المنصوره ونجوم المنصوره الكبار؟ فين النجوم البابلي وبدر حمودة والهادي وبدير والرشيد كابتن ثروت اتفرج فين؟ وثروت اتفرج والشال ومصطفى جاد وسطوح والامشاطي وكتير كتير. منتخب مصر، منتخب مع بعض منتخب مصر في الثمانيات يا كابتن، هو فين؟ كان في ست لعيبه بيلعبوا في منتخب مصر يا كابتن. تمام. الناس دي فين؟ ما بتقعدش مع بعض ليه؟ ما بيعملوش دعوه ويقعدوا في النادي، النادي مليان باماكن. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، اللي وصلني ان مجلس الاداره الحالي جاي يصفي حسابات وتصفيه حسابات لمجالس اداره تانية. على فكره يا كابتن، كابتن طارق، عايز اقول لحضرتك حاجه، العلاج في الوقت الحالي والدواء للنادي هو اللي هو ابراهيم مجاهد، صدقني والله يا كابتن. انا طلبت في الحلقه السابقه من اللي هو ابراهيم مجاهد، ولكن اعتذر وقال السن ما عادش يقدر، وربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه. انا بقابله في ماتشات كتير وما شاء الله ربنا يديله الصحه، ما شاء الله في توه ربنا يديله الصحه، الراجل موجود والراجل يقدر يقاوم ويقدر يعني يشغل ثلاث اربع نوادي مع بعض، ربنا يديله الصحه ان شاء الله يا كابتن خالد. ده ان شاء الله يا كابتن لنادي المنصوره والدواء لنادي المنصوره الكابتن ابراهيم مجاهد يا كابتن. شكرا شكرا للمنسق الاعلامي الكابتن خالد العقده لنادي شبان بدواي على هذه المداخله. اعزائي المشاهدين، معانا نتائج مجموعه القاهره، السكه 1-0 على الماظه، العبور 1-0 على البلاستيك، بنها 0-1 مع الغابه، بطا 1-1 مع بهتيم، طوخ 3-3 مع الشرطه، التامين 3-0 مع المرج، شباب القبه 2-2 مع الشمس. الترتيب السكه الحديد في المركز الاول 26 نقطه، التامين 20 نقطه، بطا 20 نقطه، الشمس 18 نقطه، الغابه 17 نقطه، المرج 17 نقطة، الماظة 16 نقطة، الشرطة 14 نقطة، بهتيم 14، البلاستيك 14، طوخ 12، العبور 12، بنها 9، شباب القبة 4 نقاط. معايا برضه خبر، يعني بدأت الاستقالات تيجي. استقالة الكابتن جمال الشرقاوي مديراً، يعني خدوا بعد استقالة الكابتن عماد دربالة من مينية سمنود، خدوا الكابتن جمال الشرقاوي بقى مدير فني لمينية سمنود. معانا المنصورة، الكل بيقول المنصورة لازم ترجع تاني. طيب لازم ترجع تاني، يبقى في حلول. كابتن خالد العقدة قال في حل، كابتن أحمد توفيق قال في حل، الدكتور محمد عباس قال في حل، وبنتصل على عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد رزق ما بيردش او قافل تليفونه، الاعداد بيقولوا لي ان التليفون مقفول او ما بيردش على التليفون. عاوزين كابتن ياسر عبد الواحد المدرب العام يا مارينا بعد اذنك. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. الاول برحب بكم موجودين منورين الملعب النهارده. اما عن الماتش النهارده، بصراحه احنا عملنا جيم كويس، اللعيبه جايه مركزه، دروب الماتش اللي فات غزل دمياط بيخطفنا في الدقيقه 5 من الوقت بدل الضايع، فكان لازم نعوض، ما عندناش حاجه اسمها بره الملعب وجوه الملعب. اللعيبه اللي عندنا لعيبه رجاله، سواء اللي بره او اللي جوه او اللي مش داخل اصلا في السكور، مش في ال 18، والحمد لله ربنا يكرمنا الايام الجايه دي ان شاء الله باذن الله. المباراه والله فرقه محترمه، فرقه ابو شحاته، بس احنا جايين مركزين عشان حصل دروب الماتش اللي فات بس كده.
كانت غلطه مننا يعني، وكنا قصرنا احنا، ده كان لعيبه مش جهاز ولا اداره، احنا لعيبه قصرنا في حق نفسنا، وربنا ما وفقناش الماتش اللي فات ده. لازم كنا النهارده نعوض عشان احنا ماشيين متصدرين فوق، احنا يعني بيننا وبين الفرق اللي فوق يعني حاجه بسيطه، وعندنا ماتش متاجل وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. والله الحمد لله، نحمد ربنا الحمد لله على النتيجه والتوفيق. الحمد لله اللعيبه اجتهدت واخلصت وربنا كرمنا، كنا 1-0 وفي الوقت الضايع الحمد لله جبنا الجون الثاني. الحمد لله نحمد ربنا، ولسه مشوار طويل، لكن المكسب الحمد لله بيجيب مكسب. احنا لعبنا فرقه محترمه ملعبها ومعاها مدير فني محترم، فان شاء الله اللي جاي احسن. بنشكر الزميل محسن عبد الحليم من الإسماعيلية لتقرير مباراة أبو شحاتة. معنا برضك استقالة كابتن أحمد عبد المنعم كشري لنادي السنبلاوين بعد هزيمته بالأمس من بني عبيد 1-0. كابتن حامد فهيم مديرا فنيا جديدا لنادي السنبلاوين بعد اعتذار أحمد عبد المنعم كشري عن استكمال المهمة. معنا برضك كابتن محمد عباس قال لنا في المداخله بتاعته ان لابد من الوقوف خلف نادي المنصوره. المنصوره يا جماعه فريق كبير جدا جدا، المنصوره شعبيه بصراحه، الناس بتتنفس كوره، جماهير المنصوره بتتنفس كوره، بس انا عاوز الالتزام من الجماهير، ممنوع التدخل مع مجلس الاداره. مجلس الاداره يقعد مع بعضه ويعمل اجتماع او يعمل اجتماع جمعيه عموميه طارئه للوقوف خلف نادي المنصورة، ونشوف ايه الحلول، ايه الحلول ان نخلي نادي المنصورة يرجع للعصر الذهبي. لازم يا جماعة، فريق المنصورة مش شوية، فريق المنصورة كان في سنة من السنين 8 لعيبة و7 لعيبة في منتخب مصر. فين لعيبة المنصورة القدامى؟ ما بشوفهمش في نادي المنصورة، الكل بره. اروح اجيب ناس من بره النادي تدرب اللعيبة؟ لان المدربين في نادي المنصورة، انا كنت باخد قطاع الناشئين كله، كنت باخد دوريات قطاع الناشئين، دلوقتي ما فيش. فين قطاع الناشئين يا جماهير المنصوره؟ لابد الوقوف خلف نادي المنصوره والخروج من الكوب ودي. الكابتن مصطفى عبده له كل التقدير والاحترام، ما معهوش العصا السحريه عشان بين ماتش والتاني يطلع بالمنصوره المركز الاول. لا، ده ماتش بيجيب ماتش، فوز بيجيب فوز، ولا بد ان اللعيبه كلها تاخد حقوقها مستحقاتها عشان تقدر تلعب. الدكتور محمد عباس بيقول لي ان اللعيبه في الملعب مش قادره تمشي، ده فين اللياقه البدنيه؟ في مداخله معايا مرينا؟ ما فيش مداخلات؟ طيب ماشي. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتي بحب اشكر كل اللي دخلوا معايا مداخلاتهم النهارده، سواء من الشرقيه او من المنصوره او من الاسماعيليه، ولكن بنعتذر للاستاذ احمد مجاهد والاستاذ عبد النبي النادي من الغربيه لضيق الوقت، وان شاء الله نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله، كونوا معانا. وبنشكر المخرج العالمي الاستاذ وليد سمير، وبشكر رئيس التحرير مارينا جمال، وكل العاملين لبرنامج ملعب مظاليم، والجماعه المحترمين اللي واقفين خلف الكاميرات واللي في الاستوديو. وانتظرونا كل يوم اربعاء ان شاء الله في السادسه مساء. وكل الشكر والتقدير، قبل ما انسى بس ثواني يا كابتن وليد، بدعو بالشفاء العاجل للصديق الخلوق ابو رقيبه قصدي، وبزعم من ابو رقيبه بالشفاء العاجل، ويرجع لنا بألف سلامة وكل مرضى المسلمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.